بالشور. طلع طلع شو عمل بالبيوت، طلع شو عمل بالبيوت بالشور، الله لا يوفقه. طلع طلع البيت كان فيه أطفال. تعال دور معي، تعال دور شوف لي في حد في البيوت هذيك. لونا دور. الله أكبر الله أكبر. الصور الأولى لنتائج القصف العشوائي على مدينة حمص القصير. هذا اليوم صباح العيد، صباح العيد لهذه الأمين. هذه الصور الأولى للقصف العشوائي على مدينة حمص القصير. هذا اليوم صباح العيد. هاي الطريقة اللي عاد فيها نظام بشار الأسد أهالي حمص القصير، قصف طيراني، قصف الطيران منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة. تفضل تفضل يا نيجي، هاي بيوت أمي كلها. تفضل هاي الصور الأولية لنتائج القصف العشوائي على مدينة حمص القصير. إصابات نظام بشار الأسد.